قال راجع بركات العيساوي عضو مجلس محافظة الأنبار إنه تم إنقاذ مئات العوائل النازحة من مدينة الفلوجة في منطقتي النعيمية وزوبع بعد أن نقلوا عبر القوارب إلى ضفة النهر الأخرى، حيث تم نقلهم إلى مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة. يوم أمس واليوم كان هناك إنقاذ لأكثر من 900 عائلة قدمت من مناطق زوبع والنعيمية عبر النهر. كان تنظيم داعش يحاول أن يمنعهم من الخروج، لأنه كما يقال البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، ولكن أبناء عشائر عاملية الفلوجة والأجهزة الأمنية الموجودة استطاعوا إنقاذ هذه العوائل، حيث قاموا بتوفير زوارق لإنقاذهم. الآن جميع العوائل هم موجودين في المخيمات، ولكن المشكلة أنه يحتاجون إلى مساعدات غذائية وإنسانية لتوفيرها لهذه المخيمات. الحكومة المركزية لا تزال لا تستطيع توفير هذا الدعم، نحتاج من المنظمات الدولية أنه سرعة إنقاذ هذه العوائل. الوضع الآن في هذه العوائل مستقر، ولكن يحتاج أيضا سرعة إنقاذ العوائل الموجودين داخل مدينة الفلوجة، لأنه هناك آلاف العوائل يتطلب تدخل إنساني ودولي لإنقاذهم.